طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الفيديو اللي قبل عن كده عرضت لكم ايه الشغل ده والموقع ده الموقع الرئيسي بتاع المصمم اللي عامل الشغل ده، الموقع الرئيسي. الشاهد في الفيديو السريع ده ان كل الستيكر ده الله المستعان، الستيكر ده ان شاء الله بعون الله كده ده طباعة. طباعة ادي بعد ما تفرغ الشكل الاشكال دي. بصوا استنى اكشفها لكم تاني. بصوا اهو طباعة على فنيل شفاف، يعني انت تعمل الماكيت كله وتروح رميه مرة واحدة وبعد كده ترميه على البلوتر كله ستيكر ايه شفاف. بصوا اهو، هسيب لكم رابط الموقع برضه عشان تخشوه. اهو هذا حدود ايه، دي الخامة الحتة اللي مفرغة، ودي الايه، ودي الخامة المطبوعة، دي كله ايه فنيل، ايه فنيل شفاف. اهو تاني مش ماسك اللي عليه ده، ده فينيل شفاف. وصلت؟ شوف شوية الشغل ده برضه اللي منزله من المصمم ده برضه اللي كان في الفيديو السابق. يلا اسيبكم بكل خير وسلامة، وبرضه هنزل لكم ايه الرابط اسفل صندوق الوصف. يلا سلام عليكم.